بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا عمي، انا شايف. بسم الله الرحمن الرحيم. الو، لا عم تبكي؟ يلا مريم، بنقلهم صباح الخير للواي اس فاميلي. 1 2 3، صباح الخير واي اس فاميلي. كيفكم يا احلى عائله بالدنيا؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اذا اول مره ثقبت انكم فتحوا هالقناه، ما تنسوا تشتركوا بالقناه، فعلوا الجرس وتحطوا لنا بيج لايك. اهم شيء اهم شيء اهم شيء لايك. في ناس كثير عم بينسوا يحطوا لايك. ليش عم تنسوا؟ لا، انستغرام، سناب شات، تيك توك، كله موجودين تحت بصندوق الوصف اذا حابين تتابعوا حياتنا اليوميه. اليوم في اكشن. شو اكشن يعني؟ نحن يمكن لازم هيك لما يصير معنا هيدا العنصري وكل هدول التفاصيل كلها ورا بعض. حاسس هيدا الاسبوعين اللي مرقوا علينا كلها هيك بوف بوف بوف. از اف ماضيكم ترا مع الشرطه نحن، صح؟ 100%. وبدي اياكم انكم تفتحوا عيونكم كثير منيح لتشوفوا شو صار معنا. حنقولها بطريقه غير هلا. خلينا نرتاح، جيبوا بوب كورن، جيبوا بيبسي، ميك شو يو كومفورتبل، ويلا. لحظة واي اس فاميلي، خليكن قدا. يحيى بس اعطيها شوي الكاميرا لانه ميريام رح تخوت. بدها الكاميرا ليكو. بدها الكاميرا ولا بدها بيا؟ بدها الكاميرا ولا بدك انت؟ شو بدك؟ بدك الكاميرا ولا بدك الكاميرا ولا بدك بابا؟ مين بدك يا ميمي؟ اوكي واي اس فاميلي، بديكم تركزوا كثير منيح معنا لانه هيدي القصه صار لها 4 ايام عم بتصير عنا بالبيت. في شيء كثير غريب. انا مثل ما بتعرفوا انه بطلع، يمكن ما بتعرفوا بس بدي اقول لكم انه انا بنيم ميريام بالغرفه فوق، وعاده نحن باوضتنا في شباك يمكن شايفينه هلا بنفرجيكم عليه، في شباك. سو صار لي 4 ايام عم بسمع حرتقه انا وعم نيم ميريام بالاوضه. هالحرتقه عم تجي من الجنينه او من الحديقه، وكل يوم كنت انزل اقول له يا يحيى يا يحيى انا حاسه في حرتقه تحت، حاسه في شيء تحت. وانا عم بقول لها بتكون الكلاب او الفوكسز او الكاتس تبعون الجيران، انه شيء طبيعي بهالوقت عم تبرد الطقس بيكون عم بيروحوا على محلات. بس I was completely wrong. Yeah، وخاصة كمان مثل ما قال يحيى، وخاصة احنا بيتنا على الشارع، يعني هون في الشارع ومن الجهة الثانية كمان في الشارع، سو كثير هينة انه يكون في كلاب او ثعالب. Any neighbors وسط بفوتوا على جنينة. امبارح بالليل ما بعرف كيف كنت عم نيم ميريا وماسكة التليفون، لأنه أنا دائما عادة بالليل بقعد بسمعها أشياء قبل ما تنام. فاللي بدي أقول لكم إياه، سمعت طرطقة تحت، صورت، مسكت الكاميرا دغري قلت بدي صور، وشفت شيء بدنا إياكم أنتم كمان تشوفوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا عمي، أنا شايفة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا في ضوء تحت، أشياء بتحرك. اوكي، فمو تخيلوا انه حدا عم بيقول لكم في حرامي او في حدا عندكم بجنينة، وانت عندك مرتك وبنتك بالبيت، هجمت على المطبخ، شلت السكينة ورحت لبرا وشفت انه انا وصلت على اول جنينة، اخر جنينة شايف كأنه خيال اسود عم بينط من ورا. فهلا على الارجح شخص 100% شخص، ما بعتقد حيوان، 100%، عشان بس وصلت على الشاد شفت جوا الشاد، هو البيت اللي ورا الدار اللي ورانا. هلا بفرجيكم، هلا بنفوت عليه وفرجيكم شو شفت. وشفت الاغراض واكل وهيك قصص. فصار له فتره في حدا نايم ورا دغري. انا شو عملت؟ دقيت للبوليس، وخلال شي 4-5 دقائق وصلوا البوليس. وهون سحر عملت مشهد واحد موعد شو از فيلمينج. انا بالعاده بمسك الكاميرا دغري بصور. امبارح قد ما كنت موتره وقد ما كنت عن جد اعصابي مشدوده، تخيلوا انه تشوفوا شيء قدامكم عم بنط من الباب او عم يحرك او شيء. انا صراحه اول شيء دغري مسكت ميريام نطيت مثل ما قلت لكم، كنت كثير موتره لحتى امسك الكاميرا وارجع كفي تصوير، لانه انا مجرد ما شفت الكاميرا يمكن شفت المشهد كبيت التليفون ونزلت دغري. ف ما عرفت شو بدي اعمل. اخر شيء لقيت الكاميرا وبوجهي بلشت اطلع احكي، وقلت لكم انه انا خايف يشوفوا الضحك قد ايه كنت موتره. مش ضحك بس عن جد كنت موتره. سو جايز، مثل ما شفتوا اجى هلا البوليس. ما في ضوء بالمره، يعني الضوء بالمره مش منيح. انا ويحيى راحوا يفتشوا لحتى يشوفوا شو عم بيصير هونيك. على فكرة مسكت الكاميرا، صار معنا كتير شيء كتير غريب بالبيت اليوم. لقيت حدا غريب، رجال غريب بقلب البيت بس موجود بالحديقة لأنه في عنا بيت صغير. اتصلنا هلأ بالشرطة، وهلأ الشرطة موجودين مع يحيى برا. فهلأ بخبركم بعدين كل شيء تفاصيل، لأنه قلت بدي أقول لكم هالشيء. إن شاء الله يا رب. لو تشوفوا اتصلوا أكتر من ساعة بالبيت
عم يعملوا فحوصات وقالوا لي انه ممنوع. مثل ما شفته بس حطيت القضية وهيك وقالوا لي انه ممنوع نوصل على محل الجريمة محل ما هونيك. انا هون يحيى. شو صار؟ شو صار؟ شو صار؟ انا عم صور على فكرة. ايه ما بيأثر، خلص مشي الحال ما في شيء. شو صار؟ ولا شيء، في واحد اجا، هلا بكره بنحكيه، خلينا نروح نرتاح نغير جو، انا اخذ هالأمورة. يلا حياتي دوري. اوكي، فمثل ما شفتوا حياتي كانت خايفة كثير، شيء طبيعي انه في شخص انه مش مرحوب فيه انه اجا وفي خوف، شيء طبيعي. ما دعمنا شيء امبارح وما كان حابب ادقر شيء او صور اي شغله ليجي الشرطه يعمل هو تصويره، وهلا رايحين على الشد لفرجيكم شو شفنا. يلا مشى. اوكي، فخلينا مريم مع ماما، بس بدي افرجيكم كم شغله شو صار بالضبط وبالتفاصيل. فامبارح انا وعم بركض، سحر كانت فوق من هيدا الشباك عم بتطل، وهون من هون هي صورت كل شيء اللي صار هون. فخليني افرجيكم اول شيء. نحن مش هلا بدي افرجيكم اول شيء. ما بعرف ليش عامل، شو كان متوقع، يمكن من ورا الهواء او شيء هيك. تاني شغله، هلا هول كلهم غراضة على فكره، هي اول مره سحر عم بتشوف شو بيصير. فالهيئة كان ما فينا ندقر شيء. اوكي يا سحر، عن جد؟ فاذا بتشوفوا هونيك بعتقد هون كان اكلاته، هول الغراض ويمكن كان عم بيشرب ماي. هيدي منيح مثل ما قالت سحر، انا بس هجمت عليه كان عنده كذا عده كان ذبحني، وهون كان هو قاعد صراحه. والبوليس ليك شو لقت امبارح كمان يا سحر، هيدي الشغله قال ما صلاش زمان محروق، صورها كمان وقال انه كان عم يدفي حاله. عم بيدفي حاله، ما كنا شفنا من النار بس ما كان في لا ما حسيت بنار. بس تعرف هن شو بيعملوا، انا بعتقد شو بيعملوا اوقات بيولعوا بهيدي الشغله للمخدرات، فانا يمكن حاسس هيك صار. المهم المهم بس انا وصلت لتقريبا، شفت وين الكراسي هون، انا وصلت على الكراسي هون وهو دغري نطلع هون، وليك ليك عامل بلان هو كيف بده يظهر. بدي افرجيكم لوين راح. ترك من هون والهيئة من هون هو فايت. يا مشحر كان وقعنا. على فكره بقول لك شغله، انا اكثر شيء مضايقني بعد، بتعرفوا انتم وقت الجندر ريفيل بعد لهلا ما صلحوا الفنسز، صح؟ السحب البيت بعد عشان هلا كان بدي اقولها هلا، انه كيف عرف بهيدا البيت في شاهد، كيف عرف؟ عشان هيدا البيت جاي مثل ما شايفين في كثير بيوت من هالميله وفي كثير بيوت من هالميله، فكيف انه اجى على هيدا البيت بالذات ما بعرف. لا هو بالمبدا عن جد صاحب البيت مفروض يظبط هدول الفنسز لانه كثير. anyways اصلا مش مطولين نحن بهيدا البيت. ايه صح مثل ما قالت سحر، عشان يمكن بعد البرازيل ما نرجع على هيدا البيت، وفي كثير اشياء ومشاريع براسنا. ان شاء الله خليكم خطوه بخطوه معنا وتعرفوا كل شيء. فمثل ما شايفين انه خفنا عشان الهيئه، في حدا زلمه متشرد هومليس بيرسون اجى لعنا على البيت وقعد وصار له فتره. هلا انا شخصيا ما عندي اي مشكله لو دق على الباب وكان فتحت بيت له، اكيد 100%. بالعكس بنقدر نساعد العالم، صح ولا لا يا بابا؟ وانا بصراحه بكل صراحه يمكن اوكي انه اذا شفت شخص متشرد، لانه انا ببريطانيا نسبه الهومليس او المتشردين كثير كبيره. يمكن في ناس كثير انه انا بخاف فوت حدا غريب على بيتنا او رجال غريب، بس لانه المنطقه شوي بعيده، يعني الكهف او الشد الموجود هنيك بلك بعدني انا عم بحكي قصه مش هي الكهف، فيمكن خاف ويمكن ارجع اتقبل فكره انه قل له خليك هون انا بجيب لك اكل انا بعمل لك وانا بسوي لك، بس ما تفوت سرقه لعنا على البيت، لانه هيدي مثل بيقولوا انه برايفسي. انه بتحس حدا دعس على شو اسمه. انا اجيت بعد اي مشكله ساعد اي شخص بس بطريقه ال right way of doing it. صح. وانا كمان كنت حابه اسالكم وقلت له هذا الشيء ليحيى، لو انتم كنتوا محلنا شو كنتوا عملتوا؟ هل كنتوا اتصلتوا على الشرطه او هجمتوا عليه؟ على فكره انا ما ايدته كثير ليحيى هجم، لانه يمكن يكون معه سكينه او معه فرد. صح، بس واحد بيفكر بس يكون في حدا هاجب عليه صراحه. 100%. فانا حابه اعرف رايكم انتم شو. Anyways هيدي كانت قصتنا لليوم، ان شاء الله we have better news for you guys soon. لانه كثير عم بيصير معنا هالشغلات. اوكي وايز فاميلي، اذا عجبكم هذا الفيديو اجاب انتوا تعملوا لايك، انستغرام، سناب شات، تيك توك كله تحت موجودين بصندوق الوصف. واهم من هيدا كله، اذا بعدكم ما حضرتوا الفيديو اللي قبل واشتركتوا بالمسابقه روحوا واشتركوا بالمسابقه وبعثوا لنا التصاميم الرائعه اللي بعثتوا لنا اياهم. ان شاء الله من انهم باي. يلا انتبهوا كثير على حالكم. باي. بدكم شيء مريم؟ نقول لهم باي للواي اس فاميلي؟
يي يي يي.